إن طلب الشفاعة من الأولياء دعاء لمن سوى الله تعالى ودعاء من سوى الله منهي عنه. الله تعالى يقول: فلا تدعوا مع الله احدا، وكيف تدعون مع الله خاتم الانبياء، أوليا من الاولياء، هل هذه الشبهة قابلة؟ للقبول ما معنى لا تدعو مع الله أحدا مطلق الدعاء غير الله تعالى منهي عنه أي واحد دعا غير الله كافر مشرك ضال اذا اكثر الناس في العالم، اكثر المسلمين ضالون طبق هذا المنطق البشر بعضه يحتاج الى البعض الاخر البشر كائن اجتماعي، كائنات اجتماعيه بعض افراد البشر يحتاج الى البعض الاخر لا يستغني احدهم عن دعاء الاخر ومعونه الاخر فاذا واحد من البشر دعا واحد ثاني هذا ضلال هذا انحراف اذا التلميذ نادى المعلم أيها المعلم علمني هاي المسألة الرياضية فلا تدعو مع الله أحدا هذا شلون يدعو المعلم إذا هذا كافر إذا هذا مشرك إذا هذا ضال هذا منطق أولادكم ألا يدعون أساتذتهم أيها المعلم وضح لي هاي المعادلة العلمية إذا واحد تمرض لا يدعو المريض لا لا يدعو الطبيب إذا دعا مع الله أحدا هذا هو المنهي عنه في هذه الآية الكريمة فلا تدعوا مع الله أحدا كل القضية تكمن في كلمة مع فلا تدعوا مع الله أحدا، المعية المعية يعني أن يكون شيئان أحدهما في عرض الآخر مساويا للآخر هذا معنى المعية الكفار لاحظوا الايه الكريمه الايه تقول اذ نسويكم برب العالمين تسويه اكو نظريه في الحكمه اليونانيه ما يقال له الحكمه نظريه ارباب الانواع ارباب الرب رب الماء هذا الرب في عرض الله تعالى، يعني مساوي لله تعالى، يملك شأن من شؤون الربوبية، رب الماء كان عندهم، رب الطعام، رب النار، رب المطبخ، لاحظوا ماذا كان يقول بعض اليونانيين في العهود القديمة. المشركين هذا كان منطقهم اذ نسويكم برب العالمين ارباب مع الله تعالى لاحظوا هذه الايات المباركات الله تعالى يقول الذين يجعلون مع الله الها اخر مع كلمه المعيه هؤلاء الذين يقولون يا نبي الله اشفع لنا عند الله، لا يجعلون النبي ربا مع الله، النبي صلى الله عليه واله عبد مكرم ولا يعتبره احد ربا، لاحظوا التركيز على كلمه المعيه ومع في آية أخرى الله تعالى يقول: «أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى». في آية أخرى الله تعالى يقول: «أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ مُغَايِرٌ لِلَّهِ تَعَالَى». سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. في ايه اخرى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله الكفار ما كانوا يقبلون هذه الكلمه اول كلمه قالها النبي الاعظم صلى الله عليه واله قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا اجعل في هذا المورد او في مورد اخر اجعل الالهه الها واحدا كانوا يعتقدون بتعدد الالهه وبتعدد الارباب انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون في ايه اخرى الله تعالى يقول: اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فلا تدعو مع الله احدا، تركيز على كلمة المعيه وهذه المعيه لا نجدها في احد، القضيه لا تختص بشيعه اهل البيت، جميع المسلمين من اكثر من الف عام الى هذا اليوم، كلهم يذهبون الى مراقد الاولياء الا فئه شاذه نادره طارئه كلهم يذهبون في كل مكان في ايران مراقد الاولياء كثيره في العراق في سوريا في القاهره في اذربيجان في الاردن في بقيه النقاط في بقيه المناطق المسلمون يذهبون الى هذه المراقد ويتوسلون بأولياء الله تعالى، ويعتبرونهم شفعاء عند الله بإذن الله بتمليك الله، ماكو واحد يعتبر أن هؤلاء أرباب من دون الله، أو أرباب مع الله تعالى